السلام عليكم، انا هدى من اسفي حدا المدرسه التطبيقيه. هاد الناس جيراننا حدانا، ممكن عندهم نزاع مع خويا الصغير، ضربوا خويا الكبير قطعوا ليه ودني، دار الحديد. شهادة طبية فيها 80 يوم، تحكموا بربعة شهور، خرجوا عاود تاني جاو ليا للدار، جا ليا بالسيوفة، جو السيوفة هازهم، جا ليا للدار عاود تاني تحكم. جا الدري الصغير ضرب لي ولدي نهار تالت عيد، خسر لي وجهه، يتيم خسر لي وجهه في الجردة، ضربوا ضربة نيت. تحكم خوه بعام في ابتدائية، دابا ستينف زادت له 6 شهور. دابا أنا البارح تنتفاجئ جاية من الخدمة، مني جاية من الخدمة تنتفاجئ بصاحبته خالته امو وسميتها اختو الاخرى اللي ساكنه في دار الفراجي، تنتفاجئ بهم. انا جايه تفاجئ بهم هنا في الدريبه، شديتوني، شدني هو من شعري، بركتي الظروف فيا، جريتي صاحبته، جريتي القفه ديال الخدمه غاديه بها دايره فيها الطابليت، جريتي ديتي لي الطابليت، ديتي لي كل شيء، بقيتي تشتف عليا تشتف عليا، تضرب فيا تقول لي شوفي راه ما غتصوري حتى حاجه في المخزن. انا ما غتصوري لي حتى حاجه في المخزن، انا ولفت الحبس ما غتصوري حتى حاجه، انا خسرت 3 4 ومشي ندخل عليكم الحبس. انا دابا وليت مهدده ببناتي بربعه غيتغتصبوا، وليت في الاغتصاب لانه تي دابا تيهددني ببناتي بربعه قال غيغتصبهم. وانا البارح شرق ليا جلابيتي في الزنقه والناس تيشوفوا كلشي تتفرج، الامه لا اله الا الله، امه لا اله الا الله، امه كامله تتفرج فيا البارح، تيسلت ليا في حويجي في الزنقه، جلابيتي كامله شرقها، لحمي كامل زرقوا ليا، ودابا حاليا قاعدين لينا قدام الباب، قاعدين قدام الباب تاعهم، تقول لك انا ما تصورت حتى حاجه، انا هاد الناس بغيت نعرف اش بيني وبينهم، خسرتوا ليا ولدي يتيم، وما عنديش مشكل، خرجت نخدم على قبله تندير لي في عملية الجميل، ولكن باش تحقروني هاد الحقره كامله، انا راه مواطنه مغربيه، انا تنطالب، انت تنطالب حتى حاجه، انا تنطالب السيد الحموشي يخرج ليا نزله من الرباط. وجيت حقق في هذا الشيء لان ولا عندنا الظلم هنا. مشيتي للكوميساريه ما يشدوا لك حقك، تتقول لك انا الفلوس كيت مع فلوس نبيع لك ابارتمان. انا بغيت حقي وحق ولدي، ما بغيت حتى حاجه، لان ولي ولات مرت الراجل، راجلي عمره ما حط عليا ايده ولا مسني، ولا هو في الزنقه مشوه بيا وشاد لي بشعري ومشرق لي جلابيتي، تم سروالي حاسب، تم سروالي باغي يسلتوا لي في الزنقه، باغي سروالي سلتو ليا في الزنقه، تيقول لي غنشوي بك وما غتشدي، ما غتشدي حتى حاجه. دابا ما بقيناش حنا مع هاد الناس، حنا ولينا مع عصابه. دابا الحباسه اللي خرجوا، خرج ديك النهار جيتي هجمت علينا في دارنا بالسيوفه، من تمشوا نديكلارو في المخزن ما تيجي حتى واحد نهائيا، واش تيجي المخزن واش حاجه ما تيجيش. هادو حباسه معاه، كانوا مدوزين معاه الحبس، مدوزين معاه الحبس، حباسه معاه، ولا تا هو جاي لينا بالماس ويجوا للدريبه يهجموا علينا. انا وليت دابا في خطر، انا وليت انا وبناتي في خطر، يعني الا عدد السيد يغتصب ليا بناتي اللهم انا نشعل بوطه ونطلع فوق من الدار ونتلاحى انا وياهم، لان دابا صافي ولا تيقول لي انا بناتك غنغتصب منك، نغتصب منك نمشي ندخل ندوز حبس، انا امي تتفاصل عليا بالفلوس. انا تنطالبها من الحموسي صرفت لي نجله من الرباط، كنت انا ظالمه، كنت انا ظالمه، انا بغيت ناخذ حق، لكن انا ظالمه انا يجيبوا هاد النزله ويبحثوا بان الناس راه كلشي سيدي عبد الكريم البارح تفرج، لكن انا هاد الناس عيرتهم ولا مسيتهم ولا قربت لهم، انا بغيت حتى انا ياخذوا حقهم، انا بغيت حقي، ما بغيت حتى حاجه خارجه من القانون، ما بغيت والو، بغيت حقي ناخذه، انا بغيت حقي، بغيت حقي وحق بناتي، لان انا تنحمل المسؤوليه لو وقعت شي حاجه لبناتي، لان كلشي كلشي انا نقدر لو وقعت شي حاجه لبناتي نقدر نطلع فوق من الدار نطاحر، لانه من ولات يقول لي بناتك بربعه غنغتصبهم لي قدام عينك، وانا مرت الراجل البارح تيسلت لي في حوايجي قدام الناس. انا ما بغيت حتى حاجه، بغيت على المغاربه يبارطاج، انا تنطالب الحموشي يصيفط لي نجله من الرباط تحقق في هذا الشيء، لان هنا الدوائر ما كاينش اللي يشد لينا حقنا، وتقول لان اللي من هذا الشيء تقول لي كي نعطي 60 نعطي 70 ماشي مشكل، واش انا عندي الشهود مؤخرا عندي الشهود بانهم اللي قال لي بغى يخسر لي وجهي، وعندي الشهود بلاتي عندي الشهود، ومشيت عمرت في المحطه ومشى عمر وجا قال لي صورتي. عندنا بوليسي، عندنا بوليسي تيجي الراجل خالته خدام تماي في لابيجي، ما عمرك ما غتصوري شي حاجه. انا تنطالبها بحقي، ما بغيت حتى حاجه، انا يخرجوا نجله يبحثوا في هذا الشيء، لا لقاوني حتى انا ظالمه ولا خوتي ظالمين، راه يجي يحكموا باش بغاو. والسلام عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديرو جيم.